رياض المهدي يوسف جريح ثورة، وأتشرف تحت رقم 184 في الرائد الرسمي. أنت معروف بصورة الخبزة اللي في الثورة، وكان تحكي لنا على الصورة هذه، إيش كانت؟ كيفاش عملتها؟ فرحي بانتصار الثورة كبير، من ساحة القصبة إلى ميدان التحرير، وحزني على وطني يفوق الفرح بكثير. صنفت فيك يا تونس شيخا وأنا لازلت صغير، تاهت أحلامي بينكم توهان الأعمى الضرير، انداست تحت أقدام سيد الوزير. ألا لثورتنا ثورة الأحرار مخالب تغتصب سابع التغيير، كم من شيخ مثلي يعاني قهرا ولم يتجاوز في العمر 20. أنت جريح ثورة وكنت تحكي لنا معناها، أنت تمشي على العكاز؟ نمشي على العكاز، أي نعم. وين وقع لي ضرر قدام الكنيسية في شارع الحبيب ورقيبة، وقع لي ضرر شلل نصفي عام وثمانية شهور، يعني نمشي بالكوش طريح الفراش. وسأروي لكم عن الثورة حكاية، حكاية شهيد أدانوه في النهاية. بعد الفرح والثورة والانتصار بدأوا في مشاوراتهم ومداولاتهم والرجوع إلى قوانينهم وفصولهم. في النهاية أدانوه، نبشوا القبر بأظافرهم وأمام القاضي أحضروه، سألوه الاسم والسن والعنوان. أجاب الشهيد أنا شهيد الوطن، أنا من ولدت الحرية من دمي واستجاب القدر، ولدت يوم استشهادي، يوم سكن الرصاص صدري وانتشر، يومها كان عيد ميلادي، وعنواني يا سيد القاضي تحت أرض الوطن. سأله القاضي آل الشهادة ثمن؟ أجاب الشهيد لا والله، ليست للشهادة أي ثمن، يكفيني فخرا أني مت في سبيل الله والوطن. سأله القاضي فإذا لماذا كل هذه الفوضى والإلحاح على فتح صندوق الكرامة؟ المال مالنا نحن من تسولناه، والرصاص رصاصنا نحن من أطلقناه، وها نحن اليوم نحاسبك قبل حساب يوم القيامة. أجاب الشهيد القصة يا سيد القاضي لقد انتهت هنا، أعلم أن كل الثورات ينتصرون فيها الجبناء، لأنكم متشابهون تعزفون على نفس الأوتار، إلى دمائنا متعطشون تتقاسمون بينكم الأدوار. اليوم على جراحنا تطبطبون، وبالأمس كنتم للجلاد أنصار. امتطيتم سفن الشهداء وأبحرتم في دماء الحرية، تقمصتم أدوار الشرفاء أصبحتم كالقطة الوفية. أنتم من قتل حلم الشهداء، أنتم من زرع اليأس فيها.